في مخيم اليرموك في شارع المدارس. معتصمين اليوم رداً على المؤامرة التي تحاق ضد أبناء شعبنا في مخيم اليرموك واللاجئين السوريين الفلسطينيين في سوريا. جديدة على مخيم اليرموك صدرت أصوات نكرة تدعو للحل العسكري في مخيم اليرموك. هاتي هاتي الوراق. لكن صوت الحق انتصر على صوت الباطل. صوت الحق الذي على من مخيم اليرموك لا للبراميل في مخيم اليرموك.